أهلا ومرحبا بكم مشاهدي الأكرم إلى الدرس رقم 13، والذي من خلاله أواصل شرح لكم كتاب كومينيكاسيون بروغريسيف دو فرونس، يعني حوارات بناءة تعلم الفرنسي. اليوم عنوان الدرس رقم 13، هو يعتبر كذلك الجزء الأول لأنه فيه جزء ثاني. نعم، دير و لوني، كيف نقول بالفرنسية أين نحن متواجدون؟ هذا هو دير أو أين لوني، دير أو لوني، هذه كيف نقول أين نحن متواجدون باللغة الفرنسية. أو لوني أين نكون، دير قول أين نحن نكون أو أين نحن متواجدون، دير أو لوني. لدينا هذا النص طبعا كأنه رسالة. نعم، جو سوي ا كيبك، انا في اكون في كيبك الكندية. نعم، جو سوي ا كيبك، كأنه هذه يبعث ايميل للشخص ويخبره اين هو متواجد. كوكو لزامي، اقرا عليكم طبعا النص ثم اشرحه باللغة العربية. كوكو لزامي، كوكو تحية او تحت جلب الانتباه. كوكو لزامي أو يعني تحية، سالوي، كوكو لزامي أو هاي، نوع من تحية لجلب الانتباه فقط. إذن كوكو لزامي، جو سوي أ كيبيك، جابيت أو سود دو لا فيل دون لو كارتي مون كالم أنتر لا ميزون فار إي لا ميزون جون أو نور إليا لو لاك سان جان le fleuve Saint-Laurent est à l'est et Montréal est à l'ouest. إذن أعيد عليكم الحوار. كوكو les amis, je suis à Québec, j'habite au sud de la ville dans le quartier Montcalm entre la maison verte et la maison jaune. Au nord, il y a le lac Saint-Jean, le fleuve Saint-Laurent et à l'est, et Montréal, et à l'ouest. إذن كوكو تحية وهاي لجلب الانتباه. نعم، أصدقاء أو لما نصل إلى غير ذلك. كوكو لزامي، كوكو كوكو لزامي، جو سوي أ كيبيك. لما تخبر الناس أين أنت متواجد تستعمل أتر جو سوي أ، أنا أكون في كيبيك الكندية. جو سوي أ كيبيك، je suis à Québec. انا اكون في كيبك. جابيت او انا متواجد. نعم، في كيبك او اسكن تقريبا قصته يعني. جابيت انا اكون في كيبك. نعم، جابيت au sud، انا اسكن في الجنوب. سنتعرف على الجهات اليوم المكانية، يعني الجهات المكانية. جابيت au sud، اسكن في الجنوب. جابيت au sud de la ville، اسكن في الجنوب المدينة. جابيت au sud de la ville، في جنوب المدينة. dans في dans le quartier، في الحي Montcalm، في الحي اللي اسمه Montcalm. dans le quartier Montcalm، في حي Montcalm. dans le quartier Montcalm. entre بين entre بين la maison verte بين البيت أو المنزل الأخضر هذا إلى maison إلى maison والمنزل الأصفر جون إلى maison جون au nord في الشمال au nord هنا هو يسكن يعني قصده au nord في الشمال il y a هو ذلك يتواجد le lac Saint Jean le lac بحيرة سان جون هنالك يتواجد le lac Saint Jean بحيرة سان جون le fleuve Saint Laurent est à l'est le fleuve نهر Saint Laurent est à l'est يكون في الشرق l'est à l'est في الشرق يكون في الشرق et Montréal ومدينة Montréal est à l'ouest تكون في الغرب في الغرب. نعم، مونريال ا لويس. عد عليكم الحوار طبعا. جو سوي
Je suis à Québec. J'habite au sud de la ville, dans le quartier Montcalm, entre la maison verte et la maison jaune. Au nord, il y a le lac Saint-Jean, le fleuve Saint-Laurent est à l'est, et Montréal est à l'ouest. إذا لدينا الوسم on le dit comme ça نقوله بعلى هذا النحو. فقط نكرر ما تعلمناه في هذا الرسالة. Je suis à Québec. أنا أكون متواجد. لما تحب تعبر عن مكان تواجدك تستعمل être. Je suis à Québec. أنا أكون متواجد في كيبيك, à Paris. متواجد أو أسكن أو أقطن, المهم هناك. Je suis à Québec. À Paris. أنا متواجد أو أكون في كيبيك الكندية أو في باريس. Je suis à Québec, à Paris. Je suis à Québec, à Paris. Je suis à Québec, à Paris. Si au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Innahu yakun fi al-shamal. Au nord. C'est au nord. C'est au sud. Au sud, yani au nord, shamal, fi shamal. Au sud, في الجنوب, à l'est, في الشرق, à l'ouest, في الغرب. C'est au nord, c'est au sud, c'est à l'est, c'est à l'est, c'est à l'ouest. On a dit si au nord, si au sud, si à l'est, si à l'ouest. Au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Au nord, au sud. À l'est, à l'ouest. Nord au chemin, sud au janoub, l'est au sharq, l'ouest au l'gharb. C'est au nord, c'est au sud, c'est à l'est, c'est à l'ouest. Naam. J'habite au sud. Ana askun fi janoub al-Madina. J'habite au sud de la ville, dans le quartier Filhay Montcalm. Entre بين la maison verte et la maison jaune. أسكن بين المنزل الأخضر vert et la maison jaune. Jaune. La maison jaune. الأصفر. نعم. J'habite au sud de la ville, dans le quartier Montcalm, entre la maison verte et la maison jaune. Il y a le lac Saint-Jean. هنالك يتواجد. هنالك يتواجد. Le lac Saint-Jean. Bahirat Saint-Jean. Ah, vous n'allez qu'à ce que vous avez dit. Bahirat Saint-Jean. Un autre heureux. Heureux. Prononcez heureux. Écoutez et observez. Heureux. Pas ré. Pas ré. Pas ré. Paris. J'arrive. J'arrive. Entre. Entre Paris, Paris, Paris. J'arrive. Entre. ننتقل للوسم. Ça se passe comme ça. إنه يجري ويسير ويكون على هذا النحو. مجرد ملحوظة. نعم. لو كارنفال. Des معلومات ثقافية. Le carnaval du Québec, carnaval Québec, a lieu chaque année en hiver. يأخذ المكان أو يحدث. A lieu معناه يحدث ويأخذ مكان. يحدث chaque année, كل سنة, en hiver, في الشتاء. Il y a des sculptures. هناك نحوتات. نعم, sculptures. Il y a. هنالك يكون متواجد. Il y a des sculptures, نحوتات en glace, من الجليد, comme dans Guichotte, ka dans Guichotte. هذا مهرجان معلومة ثقافية. كارنفال كيبيك كل سنة يحدث في يعملوه يعني في الشتاء في كيبيك. نعم, اني اون ايفر. il y a des sculptures en glace, يكون هنالك نحوتات من الجليد. sculpture معناها نحوتات أو النحت. نعم, نحوتات من الجليد. طبعا هذا الدرس
لا يحتوي على المرفق الصوتي. نعم، بهذا أترككم إلى ينتهي درس اليوم، وأترككم في أمان الله ورعايته وحفظه إلى الدرس المقبل بإذن الله. شكرا لكم.